أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لما للمال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لمال المال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نتحدث عن أخطار المخدرات ومكافحتها. لتتعرف بداية أن الإسلام حرم المخدرات جملة وتفصيلا لخطرها الكبير وأثرها السلبية في الفرد والمجتمع. سوف تتعرف إلى مفهوم الإسكار الذي هو فقد العقل قدرته على الإدراك والتمييز نتيجة تناول مادة مسكرة، وسوف نتعرف إلى مفهوم المخدرات وحكمها، فهي مواد ضارة تفقد العقل قدرته على الإدراك. وقد اتفق العلماء على تحريم تعاطي المخدرات لما لها من آثار ضارة على الفرد والمجتمع. سوف تتعرف إلى أضرار المخدرات سواء على الحياة الصحية أو الاجتماعية أو حتى الحياة الاقتصادية الخاصة بالفرد. ثم سننتقل إلى منهج الإسلام في مكافحة المخدرات والتربية الإيمانية الخاصة في هذا الموضوع.